الإلهي هو الذي تسبح له الأصوات إذا عجت، والسحائب إذا تجت، والمياه إذا سكنت أو ارتجت، والقلوب إذا صبرت على البلايا أو ضجت. إلهي رافع السماء وبانيها، وساطح الأرض وداحيها، ومثبتها بالأطواد في نواحيها، العالم بما يحدث في أقاصيها ودانيها، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. كنعرفوا حنا هاد الأيام راه عندنا ضيف، والضيف هو رمضان، ولكن واش تهلينا في هذا الضيف ولا ما تهليناش؟ بان جيب لنا من عند ربي الرحمة والمغفرة والعتق من النار. هادو ثلاثة كاينين في هذا الشهر كاملين. إذا إلا بغينا الرحمة والمغفرة والعتق من النار خصنا نتهلاو في هذا الضيف. باش أمرنا ربي باش نصوموا هذا الشهير فيه 29 يوم أو 30 يوم، غادي نصوموا، وملي نصوموا بصدق، ويكون عندنا الصيام على جوج، الصيام ديال هذا البطن ما ياكل والو، والصوم العوينات ما يشوفوش شي حاجه اللي كتغضب الله، وما يسمعوش شي حاجه اللي كتغضب الله، واللسان يكون رطبا بذكر الله، باش نعمروا المزيوده، باش نفوزوا بديك ليله القدر خير من الف شهر. هذا الشهير رمضان نحتوا وليداتنا وبنياتنا والازواج ديالنا والمعامله ديالنا. الله يجازيكم بخير. كما كنزوقوا الطبله، الطبله كنزوقوها بجميع الشهوات، حتى الصيام ديالنا يكون في الشكل اللي كيرضي ربي، يكون في الشكل اللي كيرضي ربي. راه بيه ربما ندخلوا للجنه، راه بيه ينجينا ربي من النار، راه بيه نكونوا عتقاء، من نكونوا فايزين ونكونوا موفقين ونفرحوا بضيفنا. ضيفنا هو الشهر ديال رمضان. اذا هذه الرحله السعيده اللي كتكون في هذا الشهر ديال رمضان اللي احنا فيه حاليا، الله يتقبل منا. كل يوم نحطوا النقاط على الحروف، حتى الفطور ديالنا يكون بالقياس، ولا حدانا شي جيران ضعفاء ردوا لهم البال، ولا حدانا شي عائله قريبه ما عندهمش نتعاونوا معاهم، بان كل شيء يكون فينا في هذا الشهر، باش المزيوده نعمروها، باش المزيوده نعمروها، ونبكيو على ربي كل يوم، نقول له يا اللهم تقبل منا الصلاه والصيام، واحشرنا في زمره خير الانام. وقارنا مع ديك الايه اللي قال فيها ربي في الزمر في الحزب 47 بجوز 24: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. ما تعني زمرا؟ شاة زمر قليله الشعر، رجل زمر قليل المروءه. زمرا اي جماعات، نكونوا من ديك الجماعه اللي كتصوم، نكونوا من ديك ديك الزمره اللي كتصلي، نكونوا من ديك الزمره اللي فيها الصدق، نكونوا من ديك الزمره اللي كتاكل الحلال، نكونوا من ديك الزمره اللي كتاكل اللي كتحيي صله الرحيم، وبالنهار نكونوا ديما مشغولين بذكر الله، وبالليل ما نضيعوش الوقت في شي حاجه اللي ما كترضيش ربي. راه واعر علينا الحال، حيت الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام كيقول في حديث فيما معناه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. نعم عليك ربي بالصحة صوم، ولكن إذا ما عندك الصحة افطر، عندك رخصة من عند ربي جل في علاه. قال ملي قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولكن قال كذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، ومن وفمن بجوج، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فليرد البال وحط نقاط على الحروف، حتى ذاك اللي كيفطر عنده الاجر بانه فطر واخذ رخصه من عند ربي، وعنده الاجر بانه صام رمضان. هذا الشهيره ديال البركه، ديال الخير، ديال الرباح. ما نغتنموا الفرصه المسلمين بجميع انحاء العالم، اغتنموا الفرصه وتهلاو في هذا الشهير باش تلقاو ربي، وتكونوا من ذوك اللي قال فيهم ربي رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا من هؤلاء، والله يدوم علينا في بلادنا وفي بلاد المسلمين لهنا والرخاء، والله ينجينا من كيد الاعداء والحاسدين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.